فضيلة الشيخ، هل البدعة من الكبائر؟ بدعة تختلف، منها ما هو كفر منها ما هو شرك، مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله، هذه بدعة شركية، ومنها ما هو ضلال وفسق، ومنها ما هو معصية. البدعة على ثلاثة أنواع: بدعة كفرية تكفر صاحبها مثل بدعة الشرك بالله عز وجل، وبدعة فسق لا تكفر لكنها فسق مثل تأويل بعض الصفات عن تقليد وعن جهل، عن تقليد لمن يؤولونها يظن أن هذا صحيح، هذه بدعة مفسقة. وبدعة معصية لا تصل إلى حد الكبيرة. نعم.